فترة مفكر إني أدخل في مجال الخيوط، بس ما كانت عندي فكرة قبل، وكنت أكثر شيء بتعامل مع البوتوكس والفيلر، بس أنا الحين في مرحلة متأخرة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أي حالة من حالات الخيوط لازم نعمل تقييم كويس جدا للمريض أو المريضة اللي بيجي لنا العيادة. كتير جدا بنسمع ناس بتقول ان الخيوط دي ما بتجيبش نتيجه او انها ما بتقعدش فترات طويله، وانا بشوف من وجهه نظري ان ده بيبقى عيب تقييم من الطبيب للمريض نفسه اللي هو مختاره او لعدد الخيوط اللي المريض محتاجه. فمهم جدا جدا ان احنا نعمل تقييم مظبوط جدا للحاله اللي قدامنا، ونشوف الحاله محتاجه كام خيط علشان تاخد احسن نتائج اللي بتستمر معاها لمده سنه وممكن كمان تطول عن كده. اسبوعين سويت خيوط مع الدكتور محمد حسين ابو حديد، وبصراحه انا مبهره بالنتيجه وكثير مبسوطه وفرحانه.